السلام عليكم. إن شاء الله نحل 4 مسائل في الباقيين في شيت 7، والنهارده هيبقى فيه بونص. يعني أنا مش هحل، أنا هطلب إن أنتوا تحلوا، واللي يحلها هيقول اسمه قبل ما يتكلم عشان أنا هسجل وهيبقى لي فيه بونص عشان تتشجعوا إن أنتوا تحلوا. يعني أنا أتدخل بس لما يكون في حاجة غلط بتتقال، انما انت اللي المفروض انتوا اللي هتشاركوا في حل السكشن. طيب نشوف الاول سؤال 13. الصوت واضح؟ تمام اه واضح يا دكتور. تمام. طيب السؤال 13 بيقول، يا ريت قبل ما تتكلم تقول اسمك بس عشان انا مش ببص على الاسماء. بيقول لي for the shown alignment graph بلوت ان ذا فيرتيكال بلين، يعني الجراف ده خاص بالفيرتيكال بلين، واحنا قبل كده قلنا في الفيرتيكال بلين بنعمل ايه وفي الهوريزونتال بلين بنعمل في ايه، لان الكوركشن هنا يختلف عن الكوركشن هنا. بيقول حتى هو هنا موضح لك اهو، بيقول لك ذا اماونت اوف ريزنج ذا فوت. اماونت اوف ريزنج يعني هنا هنعمل ريزنج الفوت تو كوركت مس الاينمنت ان فيرتيكال بلين، وموضح لي هعمل ايه، وبقول لك الانبورد فوت هتعمل ايه، هتعمل ريزنج بقد ايه، والاوتبوت فوت هتعمل ريزنج بقد ايه. مين يجاوب؟ هو المفروض لا بالاسم، يعني انت قول اسمك الاول عشان انا اعرف مين اللي هي. طيب ماشي ايه؟ تهاني محمد. محمود. تهاني محمد. تهاني محمد. طيب تهاني محمد اتفضلي. هنعمل ايه في الانبورد فوت؟ قولي بس الانبورد وندي فرصه لواحد تاني يقول اوت بورد. تمام. الانبورد هتبقى 3 تشيمس، هرفعهم 3 تشيمس. الانبورد فوت 3 تشيمس، يعني 3 تشيمس. الاجابه غلط. ها مين يجاوب؟ هو الشيخ عبد الرحمن مجدي. ايه؟ عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي. قول يا عبد الرحمن. تمام. احنا المفروض لو نعرف اليونت اللي احنا شغالين فيها على الدايجيتال. جاوب على طول يا عبد الرحمن، كمل كانك بتجاوب في كويز اونلاين، ما تحكيليش قصه. أيوة. قول لي رقم. هو المفروض ان هو 3 بس احنا هنشوف الاول ده. هو يا عبد الرحمن ما تقوليش هو يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن جاوب كانك بتجاوب في اونلاين كويز، ما تقوليش هو المفروض يكون كذا، هنا المفروض انك تحط رقم وخلاص. ماشي، هيبقى 3. 3 ايه؟ 3 باليونت بتاعت الدايل انتجريتور. بعد كده نشوف الشيمز بتبقى الرقم بتاعها كام ونحط العدد ده. طب تهاني غلطت في ايه؟ ايه الغلط بتاعها؟ هي قالت 3 شيمز. هي قالت 3 شيمز، ما قالتش ان الشيمز التكنيك بتاعها بيكون قد ايه؟ برافو عليك، لان مش اي 3 شيمز، في 3 شيمز بمقاسات مختلفه. فكل شيمز ليه ثيكنس معين، انا هنا مش باخد بالعدد، لا انا باخد بالثيكنس. كويس. ده عبد الرحمن، كمل يا عبد الرحمن بقى. والاوت بورد فوت يبقى كام؟ الاوت بورد فوت المفروض ان هي تبقى اللي هي 6 على حسب هي دي 6 وحاجه. طب عايزين نتفق يا شباب على حاجه، لما يبقى مثلا بين 6 وبين 7 نقول 7. لما يبقى بين 6 و7 حتى في اي امتحان في اي حاجه، اما يكون حاجه زي كده وتيجي مثلا بين 6 و7 تقرب للاكبر، يبقى كام هنا؟ كام بنفس المقاسات؟ يبقى كام؟ 7. ايه 7 مثلا؟ افرض المحور الراسي كام بالملي، يبقى 7 ايه؟ يبقى 7 ملي. برافو عليك يا عبد الرحمن، شكرا. السؤال اللي بعد كده سؤال 14، نفس الحكايه بس هنا بيتكلم ايه الفرق بين السؤال 13 و14. مين يقول لي ايه الفرق؟ الاسم ايه بس؟ وضح بس المايك بتاعك. الاسم ايه؟ تهاني برضو. لا كان في حد يا تهاني بيتكلم، مين اللي كان بيتكلم؟ مريم. ما هو سكت. مريم معلش، مريم اللي بتقول؟ انا. طب قولي يا مريم، ده ايه الفرق بين 13 و14؟ 14 هوريزونتال بلين فيحصل فيها شيفت، لكن فوق كانت فيرتيكال فبنضيف شمس. او برافو عليك، برافو عليك. قولي يا تهاني بقى نعمل ايه في الشيفت ده؟ هو المفروض يعني ان انا لو هتكلم عن انبورد فبالتالي هعمل شيفت بمقدار
يعني هتبقى 7/10، يعني هي 7/10 فيما فوق، يعني لان هي مش واقفه عند السلطه. طبق القاعده اللي قلنا عليها، تبقى 8/10. ايوه تبقى 8/10. تمام، هنعمل شيفت 8/10 في انه اتجاه يا تهاني؟ يا تهاني ايوه. هيبقى لتحت. في انه اتجاه؟ لا مفيش تحت. حاجه تحت، مفيش حاجه اسمها تحت وفوق. لا قصدي يعني ان انا هنزل تحت، يعني اللي هو مفيش حاجه، استخدمي المصطلحات بتاعتنا، مفيش حاجه اسمها تحت وفوق. لو قلت للفني، لو قلت للفني تحت وفوق هيتلخبط، تقولي له اتجاهات صحيحه، تبقى ناحيه مين؟ يبقى ناحيه الثلاثه كلوك، يعني مع عقارب الساعه. لا مفيش حاجه اسمها عقارب الساعه ومع ثلاثه كلوك. امال ايه؟ لا عقارب الساعه دي بنقولها في البالانسنج، انت عملت خلط بين الالاينمنت والبالانسنج. هنا ما بنقولش مع عقارب او عكس عقارب، هنا بنقول في اتجاه معين. انا واتجاه هنعمل شيفت في انا واتجاه. لا ما اعرف الصراحه، بس يعني مين يعرف؟ دكتور. ايوه مين الاسم؟ عبد الحميد. ايوه محمود قول. بس في الاتجاه 6 كلوك. لا غلط غلط يا محمود، في اتجاه 3 كلوك. غلط، اتجاه 9 كلوك. مين اللي قال في اتجاه 9 كلوك؟ مين اللي قال في اتجاه 9 كلوك؟ اول واحد، اول واحد مصطفى. نبدا بالاف في. يا دكتور انا بعت صوره كده على الواتس يا دوبك. خلاص طيب اتفضل يا دكتور. مش مشكله، الاول هنحسب الاف في. القاعدة بتقول إيه؟ اللي على 12 اللي على 6 ناقص اللي على 12. طبعا اللي على 12 بصفر، يبقى 0.3 ناقص صفر، هي دي القاعدة يعني. وليه بنطبق القاعدة؟ لأن بعض الناس بتبدأ هنا عند ال 12 من غير ما تصفر، مفيش مشكلة، ممكن يبدأ هنا بقراءة، لما احنا بنسهل إن احنا بنصفر عند ال 12 على 2. الكلام ده اسمه التوتال انديكيتور ران اوت، احنا عايزين الران اوت فبنقسم على 2. طبعا اللي هيبعت في بعد الوقت ده خلاص انا بدات احل، يعني الوقت 10:06، بعد 10:06 انا مش هقبل الحلول بقى خلاص. انتوا خدتوا بالظبط 18 دقيقه في الحل يعني. طيب ده الاف في 0.3 ماينس 0 على 2 تبقى 0.15، يبقى 0.15 ودي موجب. الام في بجيب الفيرتيكال مع بعضه الاول عشان اعمل كوركشن في الفيرتيكال بلين. الام في برضه نفس الايه، نفس الرول، نفس الرول ال هو هنا مصفر عند الـ ال 12 وبيقرا عند الستة، فهو عملها على الطريقه اللي ايه، الطريقه اللي هي انا قلت لو هو ما عندوش 2 دايل انديكيتور فهو بيستخدم واحد ويرجع يعيد التجربه عند الثاني. فدي برضو هتبقى في الحاله دي 0.8 ناقص 0، 0.8 على 2 هتبقى 0.4، فدي هتبقى 0.4. انا افكركم ان ده ال 12، طبعا مش هنقعد نكتب بقى الكلام ده تاني بعد كده، ده ال 12 وده 3 كلوك وده اللي هو ال 6 كلوك وده اللي هو ال 9 كلوك. طيب يبقى انا دلوقتي من الاثنين دول اقدر اعمل كوركشن في الفيرتيكال بلين. اعمل كوركشن في الفيرتيكال بلين ازاي؟ انا هاخد اهم حاجه عندك السكيل، اهم حاجه تظبط السكيل بتاعك. السكيل بتاع الاكس اكسس والسكيل بتاع الواي اكسس. بالنسبه للاكس اكسس انا عندي الاي 150، يبقى انا هاجي هنا مثلا عند كده اقول ده ايه، ده ال 150 بتاعتي اهي، يبقى ده النقطه الثانيه، لان النقطه الاولى هي نقطه البيز بوينت. بعد كده عند 400 المسافه دي هتبقى 400 اهي، المسافه دي كده 400، وبعدين ناخد المسافه الثالثه اللي هي سي 1200، تيجي هنا كده 1200 اهي 1200. يبقى انا عندي اربع نقاط اهم، ادي النقطه دي هنسميها نقطه اف، والنقطه دي هنسميها نقطه ام، والنقطه دي هسميها الانبورد، والنقطه دي الاوتبورد. النقطه اف وام دي اللي هي القراءات بتاعه الدايل انديكيتور.
النقطة I والO الانبورد والاوتبورد اللي هم بتوع الفوت الانبورد فوت والاوتبورد فوت دي النقطة I ودي النقطة O الاوتبورد. طيب بما ان القراءات دي كلها موجبة يبقى انا هبدأ فوق في الموجب يبقى هاخد 0.15 لو دي مثلا 0.1 0.2 0.3 0.4 يبقى انا هاخد 0.15 يعني واحد شرطة ونص يبقى انا هاخد هنا نقطة كده هاخد هنا نقطة كده وبعدين عند النقطة M هاخد 0.4 يعني ادي 0.1 2 3 4 يبقى هنا كده وعند النقطة اللي هي نقطة M واخد نقطة ثانية اصبح عندي نقطتين اوصل خط بين النقطتين دول كده واكمله. خلي بالك وانت بتحل ان ما يجيش الخط ده بره الورقة بتاعتك. لو جه ورا الورقة بتاعتك اعمل بقى شفة البيز لاين ده نزله لتحت في الورقة. ان احيانا الناس بتغلط الغلطة دي يعني يجي يبص ايه يمد النقطتين دول يلاقي ايه الورقة انتهت هنا يبقى هو خرج بره الورقة يعني على الديسك بتاعه مثلا. فما ينفعش الكلام ده. كده احنا هنشوف ايه هنشوف الاماونت ده قد ايه هنا. تخيل بقول لك ميزة الجرافيك ان انت تتخيل وضع الموتور. الموتور هنا يبقى وضعه ازاي هيبقى واضح ان ده هو البامب او الفيكسد مش وده الاكسس بتاع الموتور. انا عايز ارجع الموتور ده للمكان ده يبقى هنا يا شباب انا هعمل اد وريموف هعمل اد ولا ريموف هنعمل ريموف حد يجاوبني هنعمل ريموف هنعمل هنعمل ريموف في الاثنين هنعمل ريموف بالاماونت ده في الانبورد فوت وهيجي هنا في الاوتبورد فوت وهنعمل برضو ايه ريموف. خلي بالك حسب المقاسات اللي في المساله بيتحدد اذا كنت اعمل في الفيرتيكال بلين يتحدد اذا كنت اعمل ريموف ولا اد. على فكره احيانا بتبص تلاقي انك ممكن تعمل لفوت من الاثنين ريموف وممكن لفوت من الثانيه اد والعكس صحيح وممكن تعمل الاثنين اد. يعني ممكن لو مثلا يعني احنا خلصنا من الكلام ده هديك انا بقى حاجه تانية من عندي خالص بعيد عن الموضوع ده. دكتور اسمح لي. نعم. هي المفروض الام هي تطلع بسالب 4 من 10 مش موجب 4 من 10 الايه الام دي هتطلع بسالب 4 من 10 فالخط ده هيبقى نازل لتحت مش هيبقى فوق. لا هو الصور كان مصفر فوق كلامك يبقى صح لو كان كلامك يبقى صح لو هو كان مصفر تحت بس هو هنا بما انه صفر الاثنين عند ال 12 انا فاكر لما في المحاضره قلت لك لو هو ما عندوش التجهيزه دي فهو بيعمل ايه فهو بيكرر التجربه مره بانت عندك ده الانديكيتور واحد ما عندكش اثنين ده الانديكيتور وده اللي حصل في الابلكيشن ده هو كان عنده واحد من دول بس فهو استخدم ده ما كانش موجود عنده خالص فهو استخدم ده وصفر عند ال 12 ورجع تاني عاد التجربه تاني يعني ثبت ده الانديكيتور ده هنا ثبته على الرسمه يمكن مش واضحه شويه او يعني مش معبره عن الايه عن القراءات لان مجرد رسمه توضيحيه انما انا العبره بالتصفير هنا هو مصفر فين فهو واضح ان هو هنا صفر في الحالتين عند 12 في الوضع التقليدي دي المفروض كانت تكون صفر ودي مثلا اللي تكون 8 من 10 في الحاله دي لو كلامك مظبوط لو هو كان صفر هنا وكانت دي 8 من 10 كانت تبقى دي ناقص 4 من 10 يبقى كلامك مظبوط لو هو كان عمل كده انما هو بناء على القراءات اللي عنده دي هو مصفر في الاثنين عند ال 12 تمام. عموما برضو لو انت عشان انت ما عرفتش المعلومه دي قبل كده لو عملتها لو كنت عملتها ناقص فاحنا برضو هنعتبرها لك صح مفيش مشكله. اللي انا عايز اقوله ايه بقى افرض انت عندك كان عندك مثلا حاله كان ده البيز لاين والنقطه دي كانت هنا كده والنقطه دي كانت هنا كده مثلا والخط طلع عندي مثلا حاجه زي كده ودي كانت الاي ودي الاوت النقطه دي الاوت الاوت بورد ودي كانت النقطه بتاعه الاف ودي كانت النقطه مثلا بتاعه الايه الام
يعني دي النقطه دي برضو بوزيتيف والنقطه دي بوزيتيف، بس لما جيت اوصل الخط الخط طلع كده. تفتكر هتعمل ايه هنا في الانبورد فوت؟ في الانبورد فوت يا دكتور هعمل ريموفينج. ريموف صح، هعمل ايه الاول؟ هعمل ادي. اعمل ادي. مين اللي قال؟ عمر رمضان. عمر رمضان، تمام يا عمر، شكرا، مظبوط كده. فانت لازم تكون تتخيل وضع الايه الموتور. انت اسال نفسك الموتور بتاعي شكله ازاي. لو قلت لك ارسم الموتور هنا في الوضع ده، هتقول لي ادي الانبورد تو فوت اهي، وادي هنا الاوت بورد تو فوت اهي، والموتور بتاعي اهو. انت عشان ترجع الموتور ده يبقى افقي، شوف انت هتعمل ايه. دي عايزه تنزل لتحت يبقى هنا ريموف، ودي عايزه تطلع لفوق يبقى ففي احتمالات كتير ممكن تلاقي الخط ده هو اللي بيحدد لك انت هتعمل ايه. نرجع للكيس بتاعتنا. احنا قلنا ده اللي هو ايه، حلينا في وضع الايه، في وضع الفيرتيكال. وادي الحلول بتاعتي اهي، هذا الاف فيرتيكال زي ما حسبناه قبل كده 0.15، وادي الام فيرتيكال 0.4، وادي الرسمه بتاعتنا اهي، هذا تو سكيل، يعني انا رسمتها تو سكيل اهو. وده اللي هو 150 400 1200، ودي نقطة البيز بوينت. وخدت البوينت 15 دي، خدتها هنا اهي بين البوينت 1 والبوينت 2، وخدت البوينت 4 اهي عند ال 150، دي النقطة دي اللي هي 150. أهم حاجة في الحل النوع ده من المسائل إنك تختار السكيل بتاعك إيه مظبوط. يعني ما يجيش واحد يختار السكيل بحيث إن الرسم بتاعته يبقى الصفحة كلها فاضية وواخد سكيل طلعت الرسمه كلها في حته قد دي كده، ويقعد يحط لي بقى دي ايه ديت مثلا الايه ال 150 ودي ال 400 ودي ال 1200، وسايب بقيه الصفحه كلها فاضيه. لا، افرض السكيل بتاعك، خلي اكبر نقطه عندك تبقى هي اخر حاجه في الصفحه، اكبر بعد عندي اللي هو السي 1200. يبقى انت اعمل حسابك ان انت تقسم السكيل بتاعك بحيث ان الصفحه كلها يبقى اخرها 1200، ما تخليش ال 1200 تيجي هنا مثلا كده، ما تخليش ال 1200 هنا، لا، خد سكيل بحيث ان ال 1200 دي انت تدور على اكبر مقاس عندك اللي هو السي، وتقول انا هخلي السي دي في الاخر، يبقى بالتالي بناء عليه اقسم بقى السكيل بتاعي. ونفس الشيء بالنسبه للفيرتيكال بلين، ما اجيش تقول لي انا هاخد الفيرتيكال بلين هاخد ديت مثلا ايه 1 ودي 2، وانت عندك اكبر بعد عندك هنا كان 0.4، يبقى انت في الحاله دي معناها ايه؟ معناها ان انت زانق نفسك برضه في الايه، في الفيرتيكال سكيل. فلازم تعمل حسابك في انك توسع السكيل بتاعك عشان تبقى العمليه واضحه زي كده. ده اللي هو الفيرتيكال بلين. طب انا عايز احسب بقى الهوريزونتال بلين، ارجع بقى للمساله اللي عندي. واحسب بقى الايه الاف اتش والام اتش. خلي بالك ان هنا طبعا مش واضح هو صفر فين، ما فيش هنا عنده صفر، فاحنا عاده بنخلي اللي جوه هم الاصفار عشان ما تغلطش، اللي جوه هم الاصفار واللي بره هم القراءات، لان احنا قلنا هنصفر واحده منهم عند الثلاثه والثانيه عند التسعه، فدي اللي بتبقى متصفره عند الثلاثه. فانت اسال نفسك دي عشان تبقى دي صفر، دي المفروض تكون صفر ودي المفروض تكون صفر. ففي الحاله دي اف اتش هتبقى ايه؟ يبقى ده هو ايه اللي هيبقى المطروح، وده المطروح منه، يبقى 0.1 ماينس 0.2 على 2. طبعا هنا هتطلع الاشاره بالنيجاتيف، لان هتبقى ماينس 0.1 على 2 هتطلع ماينس 0.05. الام اتش بقى هتيجي ازاي؟ نفس الحكايه، بس هنعتبر بقى زي ما قلت لك خلي الدواخل صفر، بحفظك اهو، يعني الدواخل تبقى هي صفر، يبقى عشان تبقى لصفر يبقى هطرح منها ماينس 0.5، واطرح منها ماينس 0.5، يعني ممكن اقولها بالطريقه دي، لو عايز احول دي لصفر يبقى اطرح من هنا ماينس 0.5 واطرح من هنا ماينس 0.5، يبقى كان دي بقت ايه؟ بقت ماينس 0.2، كان دي بقت ماينس 0.2، او هاتها بالطريقه التقليديه خالص
ان انت بتقول ايه؟ بتقول البوينت 3 ماينس البوينت 5 على 2. طبعا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ماينس برضو، هتبقى النتيجه بالماينس، هتبقى ماينس 0.1 ماينس 0.1 طلعوا الاثنين ماينس. فبرضو نفس الحكاية. وعلى فكرة انت ممكن لو تحب تستخدم نفس الشارت، يعني مش لازم صفحتين، ويفضل ذلك يعني لو قدرت يبقى انت افضل، يبقى انت متمكن اكتر، يعني مش لازم تفتح يبقى عندك اتنين شارت بتشتغل فيهم او تستخدم في صفحتين. فانا هعمل ازاي هنا؟ هنا طبعا انا افكرك ان انا بتكلم هنا على الهوريزونتال. الهوريزونتال دايما افكر نفسك ان انت موف هحرك، وفكر نفسك ان انا هحرك يا اما ناحيه الثري كلوك يا اما ناحيه الناين كلوك. مش هنقول بقى كلوك وايز ومش هنقول فوق وتحت. انا بنقل القيم دي اللي بتهمني بس اللي هو الاف اتش والاف ام. عندي ماينس 0.5 الاف اتش، ماينس 0.05، والام اتش ماينس 0.1 ماينس دي ماينس 0.1. طبعا الاكس اكسس هيبقى هو نفس النظام، يعني مش هيتغير. ادي البيز بوينت وادي ال100 على بعد 100، وهنا دي ال400 وال1200. خلي دايما ال1200 دي اقصى اليمين على قد ما تقدر، والبيز بوينت اقصى الشمال. وممكن لو حبيت تدرج الواي اكسس ده، لو اللي حسيت ان الارقام بتاعه الهوريزونتال مختلفه عن الارقام بتاعه الفيرتيكال، ممكن تاخد 2 شارت وتاخد 2 سكيل. فواضح هنا ان انا لما اجي اقسم بقى ايه ماينس 0.05، يبقى انا هقول ده هنا مثلا ايه ماينس، هنا يبقى بلس 0.1، يبقى ده السكيل بتاعي 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. هنا برضو ماينس 0.1 ماينس 0.02، وبعدين اشوف بقى الاف اتش بتاعتي بالناقص، يبقى هنا اشوف ماينس 0.345 هتيجي هنا كده، هتيجي هنا كده، والام اتش ماينس 0.1 هتيجي هنا كده، ووصل الاثنين كده ببعض. في واحد يقول لي انا غلطت اهوتي. في الحاله دي لو حصل معاك موقف زي كده اعمل ايه؟ او منقل الخط ده او مشفت الكلام ده كله لتحت شويه، اخلي ايه البيز لاين بتاعي يبدا من هنا كده عشان ما يحصلش الايه المشكله اللي انت شفتها دي، واشوف المقدار ده كام، يبقى ده الاماونت اوف موف، واشوف هنا المقدار ده كام، يبقى ده برده الاماونت اوف موف اهو زي كده. هذا الحل. ال اف اتش ماينس 0.05 يعني ما كملتش شرطه، نص شرطه، وعند ال 400 كانت ايه؟ كانت شرطه كامله اللي هي ايه؟ اللي هي ماينس 0.1. عند ال 100 كانت ايه؟ اهي ادي ال 100 اهي. ادي ال 100 وادي الايه؟ العلامه الصغيره دي. ووصل النقطتين دول ببعض واكمل للاخر، يبقى انا هنا هعمل موف ناحيه الايه؟ ناحيه الثري كلوك. اي سؤال يا شباب في الجزء ده؟ لو سمحت يا دكتور، اتفضل. هو احنا ليه في الاف اتش مش 0.2 نايز 0.1؟ ليه الاف اتش ايه؟ ليه ما عملناش الاف اتش زي الام اتش هو اللي هو انا قلت لك احنا لما بنيجي نصفر في الهوريزونتال بلين اللي على الفيكس الماشين بيبقى متصفر عند الثري كلوك، ما هي دي من ضمن البري الاينمنت اللي احنا اتفقنا عليه في الاول. قلنا الاورينتيشن ومين اللي على شمالك ومين اللي على يمينك ومين الفيكس ماشين ومين الموفابل ماشين، لان الخطوات دي كلها بيزد على البري الاينمنت اجريمنت اللي احنا اتفقنا عليه. فاحنا كنا اتفقنا ان هو بيصفر في الاف ماشين بيصفر عند الثري كلوك، وفي الام ماشين بيصفر عند الناين كلوك، فالمفروض دي تبقى هي الصفر ودي تبقى هي الصفر.
وبناء عليه انا باخد القيمه ناقص الصفر، القيمه ناقص الصفر يبقى 0.1 ماينس 0.2. 0.1 ماينس 0.2 هتديني قيمه نيجاتيف، وهنا نفس الحكايه 0.3 ماينس 0.5 برضو هتدي قيمه نيجاتيف، فالاثنين هيدوا قيمه نيجاتيف. تمام، شكرا. حد تاني عنده سؤال؟ طيب اخر سؤال هو سؤال رقم 19. السؤال ده جميل جدا الحقيقه، بيكشف يعني او بيرسخ عندك المعلومه او بيقول لك انت فهمت الجزء بتاع الفايبريشن كويس ولا لا. هو مديني ادي 6 حالات وعايزك تقارن بين ال6 حالات دول. الحاله الاولى كانت مروحه ما عليهاش نقطه صفراء. هي النقطه الصفراء دي بتمثل مين يا شباب؟ الانبالانس. برافو عليك. فالكيس رقم 1 هنرقمه ما هو الكيس رقم 2 3 4 5 6. طب واحد يقول لي كده الكيس رقم 2 ويقول لي اسمه عشان نديله بونص بسرعه كده. انبالانس الاسم ايه؟ محمد. محمد ماهر. محمد. محمد ماهر. ماهر ماهر. طيب ماشي يا محمد. اللي بعد منه هيقول لي الحاله اللي بعدها. الحاله رقم 3 كانت ايه؟ رقم 3 برضو امبالانس. 4 لا خليك بس في 3. ايه الفرق بينها وبين 2؟ الفرق ما بين 3 و2 السرعه بس، السبيد. برافو عليك. طب هتاثر في ايه السرعه دي يا محمد؟ محمود يا محمود، السرعة دي هتأثر في البلسيشن لما اجي اقيسها على الانالايزر. يعني الفورس بتاع البلسيشن هتبقى في الحالة 3 اكتر ولا 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 في الاثنين اكتر؟ لا اكيد في الاثنين عشان السرعة اعلى. في الاثنين عشان السرعة اعلى. طب يعني افرض 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 يا محمود كانت دي 6000 كانت دي 3000، يعني اسيومنج يعني دي كانت 3000، يبقى دي الفورس اللي هنا بالنسبة للفورس اللي هنا قدها ولا ضعفها ولا اكتر من ضعفها؟ لا هتبقى هنا النص دي، يعني اللي هي ال 3000 هتبقى نصها. لا عشان الفورس مش بتساوي الكتله. غلط. في غلط غلط غلط. حد يقول لي بقى واحد. واحنا هنعملها طبعا العلاقه لان الاف ايكوال ان السبي بتبقى سكوير. برافو عليك. مين قال؟ محمد حلمي. محمد حلمي. برافو عليك. يعني مش هتبقى ضعفها، هتبقى اربع اضعافها. اربع اضعاف مظبوط. لو دي كانت 3000 فالحالة 2 هيبقى فيها بلسيتنج أكبر من حالة 3، مش ضعفها، أربع أضعافها، لأن القانون بتاع الفورس بتاع البلسيتنج اللي هو الأنبالانس فورس، وأنا جبت لكم سؤال في الشيت عشان تحسب منه الأنبالانس فورس وتعرف تأثير السرعة، اللي هو M أوميجا سكوير R. أوميجا سكوير R. فلما السرعة تتضاعف مش معناه ان الفورس تضاعف، هتبقى اس 2 يعني 4. اس 2 يعني 4. طيب مين يقول لي بقى الحاله رقم 4؟ اول واحد قال مين؟ روبينج او سيجنال انترفيرنج. اول واحد قال مين؟ بلاش نغلط. محمد ايه؟ عبد الرحمن مجدي. طب قول يا محمد انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت الحالة ايه؟ هو اسمه عبد الرحمن مجدي بس والله. هو انا قلت 4 تبقى عبد الرحمن مجدي. قلت ايه الحالة 4 ايه؟ هتبقى رابنج. رابنج. رابنج مظبوط. طب يا عبد الرحمن الرابنج هنا فورس بالمقارنة بالحالة 3 اكبر ولا اصغر ولا تساويها؟ المقارنة بالحالة 3 وانا الحالة دي انا بضرب في عدد الريش فتبقى لا 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 انا بتكلم على الفورس. الفورس الإجابة غلط. الفورس بتاعت الحالة 4 الفورس معتمد على الاوميجا. لا 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 لا
مين شاطر يقول لي واحد تاني. انت خدت بونص يا عبد الرحمن مرة خلاص ما تضيعوش بقى. حد تاني يقول انا عايز اقارن بين الفورس بتاعت الحالة 4 والحالة 3. حد يعرف؟ ما حدش يعرف. طب اقول انا هي 3 اصلا يعني 4 مش انا 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 اقول انا واخد انا البونص. ما فيش علاقة بين الفورس بين 4 و 3. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاماونت اوف فريكشن اللي هنا اللي موجود قد ايه. ما فيش علاقة بين الاثنين. ما اقدرش اعرف العلاقة ما بينهم، ما اقدرش اقول مين الاكبر ومين الاصغر الا بناء على التداخل اللي هنا. يا ترى قوة التداخل الاحتكاك اللي هنا هو اللي هيحدد. ما فيش قانون هنا غير لما اعرف الاحتكاك اللي هنا قد ايه. طيب الحالة 5 زي الحالة 4 برضو رابنج مع اختلاف السرعة. الحالة 6 فيها الاثنين، فيها امبالانس وفيها رابنج. طيب نيجي بقى لحل السؤال. كل الكلام اللي انا قلته ده مجرد توضيح، انما لسه ما حلناش السؤال. برضو انا هحل السؤال معاكم واحدة واحدة كده. اول معلومة هنا بيقول لك البلسيشن بالروتيشنال. هنا كم بلسيشن بالروتيشنال؟ وقبل ما تجاوب قول اسمك. عبد الحميد يا دكتور. عبد الحميد ايه؟ عبد الحميد رجب. قول يا عبد الحميد. هتبقى 100. غلط. الاجابه غلط. حد تاني يقول؟ ها؟ هنا مفيش امبالانس فهيبقى صفر. اسماء ولا مريم؟ مريم برافو عليك يا مريم، برافو عليك يا مريم. مفيش هنا بلسيتنج، ممتاز. وايه اللي حصل هنا؟ مفيش المراحل، مش فيها اي عيوب. واضح ان هي مفيش فيها عيوب، مفيش هنا بلسيتنج. طيب في الحاله دي هيبقى كام بلسيتنج في اللفه؟ هتبقى صفر. ها؟ هتبقى صفر؟ لا غلط. الحاله 2. اتنين ولا واقف؟ فكرت فكرت. لا انا بقول على 2. انا بقول على 2. فيها كام بلسيتنج في اللفة؟ واحد. ها؟ مين اللي قال واحد؟ مين اللي قال واحد؟ محمود. محمود. محمود عاطف. محمود عاطف، برافو عليك يا محمود. تبقى وان بلس بالريف. بالريف، برافو عليك. طيب مين يقول لي الحالة 3 فيها كام بلسيتنج بالريف؟ هتبقى زي رقم 2. مين اللي قال زي رقم 2؟ انا عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي، برافو عليك يا عبد الرحمن. يبقى انت خدت مرتين اهو بونص، كويس. طيب الحاله رقم 4 هيبقى كام بلسيتنج في 6؟ تبقى 6 يا دكتور. تمام. مين اخر واحد قال؟ بشوي رافض. ها؟ بشوي رافض. ايه؟ بشوي رافض. بشوي رافض. بشوي رافض، ماشي. انا حاسس ان اللي قاله قبل منك قاله قبل كده عشان يدي فرصه لاكتر من واحد ياخد. يبقى هنا في 6 بلسيتنج في اللفه. طيب الحاله رقم 5 كام بلسيتنج في اللفه؟ زيها يا دكتور. زيها بالظبط. الحاله رقم 6 كام بلسيتنج في اللفه؟ 7. 7. برافو عليك، 7. هيبقى الرابنج مين اللي قال 7؟ 6 وهم وكمان واحد. محمد محمد ايه؟ محمد ماهر. قلت 7. محمد ماهر. برافو عليك يا محمد، برافو عليك يا برافو عليك. 7 لان هيبقى فيها 2 افكت، واحده جايه من الرابنج ودي هتعمل في اللفه 6، وواحده جايه من الامبالانس وهتعمل واحده في اللفه. برافو عليك. طيب عايزين بقى السطر اللي بعد كده، مش بالسيتنج بير روتيشنال، بالسيتنج بير مينت. ازاي نجيب البالسيتنج بير مينت هنا في الحاله الاولى؟ هنضرب السبيد. مين قال ايه؟ نضرب ايه؟ مين قال نضرب الصف الاول في الصف الثاني؟ مين اللي قال؟ عبد الرحمن مجدي. برافو عليك يا عبد الرحمن، ضيعت البونص على كل الناس. ممتاز، ده اللي هيحصل فعلا، ان انا هضرب الواحد في 6000. ممتاز، الواحد في 6000 يعني دي واحد في اللفه، وانا عندي 6000 لفه في الدقيقه.
اوتوماتيك على طول. واحد في 2400، واحد في اقفل المايك عشان انا اللي بتكلم ما فيش الوقت ما بسالش، خلاص اقفل المايك بعد اذنك. هنا 6 في 6000 و 6 في 6000، هنا 6 في 2400 هنا برضو 6 في 6000 زائد 1. نعم بعد اذنك دكتور، هي في الحالة الثانية هو المفروض ان هو بيعمل بالسيشن بالروتيشن مش بالسكند، يعني في لفة انا ماشي، ما هو بيعمل 60 لفة في الثانية. اسمعني اسمعني، بيعمل بالسيشن بالروتيشن بالريف، يعني يعني كل روتيشن، كل كلمة روتيشن معناها ايه؟ معناها وان روتيشن، يعني يلف ويرجع لمكانه تاني. تمام، بس كام ثانية بقى هيعمل في الثانية؟ لا لا سيبك لا سيبك من الكلام ده كله، ملاش علاقة، ملاش علاقة باللي انت بتقوله خالص. جاي بقى الكلام ده اللي انت جاي بتقوله، هو بالسيتنج بير سكند، هو ده اللي هنا طبعا مفيش. هنا هنقسم الكلام ده على 60، هنا بقى اللي انت بتتكلم عنه بير سكند، كل ده الصف الثالث ده هيتقسم على 60، كل ده يتقسم على 60، كل ده يتقسم على 60. اخر صف هنا، بس قبل ما يقول لك اخر صف بيقول لك لو كان الامبليتيود هنا، طبعا هنا اللي شاطر كان يعرف من الاول ان مفيش هنا بالسيتنج، لان انا مديله هنا مفيش امبليتيود، ده بيؤكد ان مفيش بالسيتنج. افرض السيفيريتي بتاع الامبالانس ده كان مدي امبليتيود مقداره ده السيفيريتي، الامبليتيود ده بيعبر عن الايه؟ بيعبر عن السيفيريتي. طبعا انت السيفيريتي ما تقدرش تحكم عليه الا لما تقيس، انما الكلام اللي فات ده كله بيتحسب، انما هنا عشان كده ده جيفن، انا مديك هنا جيفن الايه الايه، ومديك الايه السيفيريتي بتاعه الحاله الاولى صفر، السيفيريتي بتاعه الحاله الثانيه 100. طب واحد يقول لي 100 يونتس، ممكن تكون ايه 100 يونتس؟ يعني يعني ايه اليونتس دي؟ وياخد عليه بونص، اللي يقول بسرعه ياخد بونص. 100 ايه؟ هتبقى الارتفاع الامبليتيود، لو انا مثلا في الهرتز وحدات ارتفاع ايه؟ هرتز الارتفاع بتاع الامبليتيود بتاعي كام يعني الوحدات ايه؟ ملي ملي او هرتز ملي. لا غلط، اللي قال هرتز اكبر غلط، هرتز اللي قال هرتز ياخد بونص بالماينس. كلمة امبليتيود ملاش علاقة بالهيرتز خالص، كلمة امبليتيود دي اللي هو الاماونت اوف ميجرد فايبريشن، اللي هو يا اما ملي متر لو بيقيس البيك تو بيك، او ان هي لو بيقيس الفيلوسيتي تبقى متر بير سكند، او لو بيقيس الاكسيليشن تبقى متر بير سكند سكوير. عشان كده احنا سايبينها يونت بناء على الوحدات اللي هو بيقيس بيها الامبليتيود. اوعى تخلط ما بين الامبليتيود والفريكوانسي، مفيش علاقة بين الاثنين خالص، مفيش اي علاقة بين الاثنين خالص. طيب بناء على المعلومات اللي موجوده هنا اللي هو الامبليتيود او السيفيريتي، عايز يعرف شكل الويف فورم هتبقى شكلها ازاي. هنا هنا طبعا ما فيش ويف، هيكون في امبليتيود. كلمه الويف فورم معناها ايه؟ معناها انك تعمل لي مقارنه بين الويف في الحالات دي كلها، تعمل لي مقارنه بين الويف في الحالات دي. هنا 100 يونتس، يعني لو قلت لك لو هترسم انت لو شاطر بقى ترسم لي مره مره في التايم دومين ومره في الفريكوانسي دومين، فانت مثلا افرض عايز ترسم في التايم دومين، فانت هتعمل لي امبليتيود كده، هو عايز الويف فورم وشكل الويف، يعني هتعمل لي كده وارتفاعها ايه؟ وارتفاعها 100، تعمل لي ويف كده وتقول لي المسافه دي 100 يونت، الحته دي كده 100 يونت اهي 100 يونت، وتكمل بقى شطارتك وتقول لي ان التايم ده يساوي واحد على الايه؟ على الرقم اللي هيطلع هنا ده التايم، ده التايم بتاع الويف ده يساوي واحد على ده اللي هو البلسيتنج بير سكند اللي هو الفريكوانسي او الهرتز. يبقى الطايم يبقى ده واحد على ايه؟ واحد على ده بتاعه طبعا، يعني ده هيجي هنا كده. هنا بقى عشان تعمل المقارنه مظبوط، اذا كانت دي 100 طب ده 225 يبقى شكله ازاي؟ لازم توضح لي دي، توضح انك فاهم، تقوم رسم لي كده عشان افهم بقى ان ايه، ان انت فاهم دي هتبقى اعلى لان دي 225، وبرده تكتب لي هنا المسافه دي هتبقى قد ايه، ويا ريت تبقى تو سكيل، يعني تشوف الرقم ده يطلع كام والرقم ده يطلع كام. طبعا دي واحد على على 6000 على مقسوم على 60 يبقى بقت واحد يبقى 100، دي هتبقى واحد على 100 يعني واحد من 100،
واحد من مية. وشوف هنا بقى تطلع كام وشوف لي مقارنة برضو ما بين الأبعاد دي كلها. طيب هنا دي 50 تبقى ازاي؟ تبقى نص المية يعني تبقى الويف بتاعتها صغيرة كده شوية، الارتفاع بتاعها صغير. ودي برضو 50 برضو الارتفاع بتاعها صغيرة. بس طبعا أنا عايزك برضو تحسب لي الايه، تخلص لي الحسابات بتاعت الهيرتز دي وتجيب لي مقلوبها. لما تجيب لي مقلوبها يديك بقى الأبعاد دي، يديك البعد ده كام وديك البعد ده كام، عشان تبقى الايه الرسومات بتاعتك مظبوطه. هنا هيظهر بقى ايه، هيظهر عندي موجتين، هيظهر عندي واحده ارتفاعها 50 والثانيه ارتفاعها ايه، والثانيه ارتفاعها 100. وكل واحده فيهم ممكن يكون لها ايه، ممكن يكون لها التايم بتاعها تكون مختلفه او البيريود بتاعتها تكون مختلفه. ده في الايه، في التايم، في التايم دومين. ممكن انت تحول الكلام ده الى الايه، للفريكوانسي دومين. وده الحل بتاعنا اهو، اهو ده النتائج اللي انا قلت عليها. ده نو ويف، ده سيمبل ويف، وانا مديك الهيرتز بتاعه 50 والامبليتود 100، ورسمت لك واحده منهم عشان اوضح لك الكلام اللي انا كنت بقوله. وهنا برضو سيمبل ويف هتبقى الهيرتز بتاعها 30، يعني هنا التايم هيبقى 1 على 30، وهنا التايم هيبقى 1 على 20، وهنا التايم هيبقى 1 على 120، وموضح لك برضو الايه التايم دومين. بس كده هذا اللي كده السكشن خلص. ولو حد عنده اي استفسار او اي سؤال، والمهندسه حلت معاكم بقيه المسائل بتاعت شيت 6 وشيت 7. وان شاء الله شيت 6 وشيت 7 دول هيبقى عليهم ان شاء الله الكويز في الميعاد اللي انتم حددتوه، اللي هو زي ما وصلني اللي هو ان شاء الله يوم الاثنين، مش كده؟ يوم الاثنين الساعه 1 الظهر، مظبوط؟ مظبوط يا دكتور. طيب يوم الاثنين ان شاء الله الساعه 1 الظهر هيبقى، وبكره ان شاء الله في محاضره في ميعادنا الساعه 9:30 ان شاء الله. طيب اي سؤال يا دكتور؟ معلش في حاجه عايزه اعرفها. هو بالنسبه للشيتات انا ملاحظه ان ما بيكونش في اسئله نظري، فهل ان هو يبقى مثلا مستوى الامتحان نفسه كده في الشيتات ان ما بيكونش في حفظ نظري او كده الكتابه؟ لا، هو الشتات فيها نظري، بس نظري معمول بشكل يساعدك على ان انت تذاكري، اللي هو الام سي كيو. ما هو الام سي كيو ده في حد ذاته هو نظري، لما بديكي سؤال واديلكي اجابات هو ده نظري، فانت بتشوفي. تمام، انا بتكلم على مثلا يعني حاجه كتابه، مثلا سؤال مثلا. ما هو احنا يعني في الفاينل ما نقدرش نجيب الام سي كيو، فبديل بيه بديل عنه هيبقى فيه نظري. فيه نظري. تمام، عشان بس طريقة المذاكرة بتختلف، عشان كده عشان اريحكم واخفف عنكم. انا عايز منكم حاجات بسيطة جدا تعملوها. حل الشيتات وافهمها، حل الكويزات وافهمها، اسمع المحاضرات وخد ادواتك معاك، ومفيش اكتر من كده. ثاني انا بقول اهو محدد اهو، حل الشيتات وافهمها واسمع المحاضرات، اقعد كده ريح واسمع المحاضرات كأنك بتسمع اي مسلسل، وما اعتقدش انها مملة يعني. وحل الكويزات وخد معاك الادوات بتاعتك وتوكل على الله بس. ونشوفكم ان شاء الله بكرة بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.